وشيطنة معاوية وتشكيكات معاوية وتشويهات معاوية. كان يقول علي بن أبي طالب ما يصلي على 70,000 منبر وعشرة منابر كانوا يلعنون أمير المؤمنين صلوات الله عليه. 70,000 منبر وعشرة من فوقهن يلعنون حيدر. خطيب الجمعة في يوم من الأيام نسي أن يلعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبة الجمعة، في الطريق تذكر فوقف ولعن عليا وبني هنالك مسجد. وين راح؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبقي علي صلوات الله عليه طودا شامخا يتحدى الفناء ويتحدى الزمان. ثم يحكم الله آياته. هذا علي وطفلة 3 سنوات يمكن عمرها، تروحون إلى الشام ترون لها حرما وضريحا وقبة، رقية حفيدة علي صلوات الله عليه. 3 سنوات طفلة، يعني من الناحية الظاهرية الملايين يأتون يلتجئون إلى قبرها، يحتضنون قبرها، يستشفعون إلى الله سبحانه وتعالى بمقامها. هؤلاء الذين قاوموا أهل البيت الآن دا يقاومون أهل البيت، الآن دا يفجرون مراقد أهل البيت وأولادهم وأحفادهم في العراق. لا تمضي دورة. المذهب الكذائي في يوم من الأيام يمكن يأتي وقت الناس لا يعرفون كيف ينطقون بهذه الكلمة، نطق الكلمة يتحيرون كيف ينطقون. تنتهي بس فترة امتحان إلهي.